هي أعلى مدينة في العالم، طرقها ضيقة وخطرة تستنزف أجساد سكانها. معلومات عن قرية لارينكونادا، تقع في جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. بنيت هذه المدينة على ارتفاع 5300 متر فوق مستوى سطح البحر، ويجب على الراغبين في الرحلة إليها تحمل الطرق الضيقة والخطيرة وظروف التجمد والإصابة بالأمراض التي لا مفر منها. بيّنت الفحوصات الطبية التي خاض عليها عمال مناجم الذهب في مدينة لارينكونادا جنوب شرق البيرو أن أجسادهم قد وصلت إلى أقصى درجات التحمل، وأنها بلغت درجة مخيفة من شأنها أن تدخلهم إلى غرفة الطوارئ، حيث يكون حجم كريات الدم أكبر بنحو 80% من الوضع العادي لدى الأشخاص الذين يعملون على ارتفاع 5300 متر فوق مستوى سطح البحر، وأن لديهم 8 لترات من الدم بدل 5 المعتادة، وأن الأوعية الدموية والبطين الأيمن لديهم متسعان على الدوام. تظهر هذه الظروف الجسدية نتيجة نقص الأكسجين الذي يكون أقل بنسبة 50% في الأعلى، مما يدفع جميع من يعيشون في الأعالي إلى تحمل أقصى حدود قدرات الجسم البشري. المدينة ولدت من الهجرة الجماعية بحثاً عن الذهب، حيث يعيش أكثر من 50,000 شخص دون مياه جارية أو صرف صحي أو أطباء، ويقال أن معظمهم لا يعيشون في ليرانوكاندا لفترة طويلة، وإنما أياماً معدودة فقط بسبب موقعها النائي الذي لا يصدق. إلا أن أغراء الذهب يواصل جذب الناس من جميع أنحاء أمريكا الجنوبية للحفاظ على هذه البلدة الصغيرة على قيد الحياة.